حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان جيمس بيتيا مورجان. اللقاء كان سانحة لبحث علاقات التعاون بين الجزائر وجنوب السودان في مختلف المجالات، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا. وقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول سبل وآفاق تنشيط التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري وفي منطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص. كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية جنوب السودان والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام المنشط والذي تدعمه الجزائر بحكم عضويتها في اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق. وبالمناسبة وقع الوزير أحمد عطاف ونظيره مورجان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين الجزائر وجنوب السودان.